أعزائي المتابعين في كل مكان، أهلا وسهلا بكم وحياكم الله في حلقة جديدة من حلقاتنا في قناة يلا نتعلم نعلم. وسنتحدث اليوم كيف ننمي التفكير الإبداعي عند طلابنا ليفكروا كالعلماء. أنا معكم محدثتكم استشاري تعليم نائلة محمد مصطفى. سنتحدث اليوم عن المنهج العلمي أو Scientific Method، ونطبق نحن هذا في مدارسنا من مرحلة رياض الأطفال وحتى الصف الثاني عشر. ولكن يا ترى ما هو المقصود بالمنهج العلمي؟ هو عبارة عن طريقة علمية تساعد طلابنا في تنفيذ التجارب وطبقها بطريقة علمية دون أي تدخل لآرائهم، بل هناك منهجية علمية واضحة يتبعونها. كيف تبدأ العمل بالمنهج العلمي؟ للعلم أن البعض قد يسمي التحقق، والبعض يسمي الفير تيست أو اللي هو التجربة العادلة. نحن نتحدث يعني بالمجموع نحن نتحدث عن منهج علمي. يبدأ الطالب بالملاحظة، فمثلا يلاحظ من حوله أشياء كثيرة. خلينا نحكي أبسط شيء، أطفال صغار ممكن يلاحظوا أن النباتات التي تنمو بالقرب من النافذة تنمو أسرع وأوراقها خضراء مقارنة بالنباتات التي تنمو مثلا في المكان المظلم. هنا تبدأ الملاحظة ويبدأ الطالب بتكوين سؤال بذهنه، وبناء عليه يبدأ بتحديد المشكلة. نعم هناك مشكلة، لماذا تنمو هذه النباتات بسرعة أكبر وأوراقها خضراء بينما التي تنمو بعيدا عن النافذة غالبا يحدث أنها تنمو بسرعة أقل وأوراقها صفراء؟ هنا يبدأ بتحديد المشكلة ويطرح السؤال. بعد ذلك على الطالب أن يقوم في البحث عن المصادر. طبعا المصادر عادة نحن نستخدم في مدارسنا الكتاب، كتاب المدرسي، هناك أيضا الإنترنت، وهو الآن غالبا المدارس بيستعمل الآيباد أو الإنترنت. في عنا أيضا المكتبة، إذا في عنا في المدرسة مكتبة فلا بد أن يبدأ في البحث. وبناء عليه حين فهم، خلينا نحكي مثلا كان بيحكي عن النباتات، لابد أن يقرأ الطالب ماذا تحتاج النباتات حتى تنمو، ما هي الأشياء الأساسية لهذه الكائنات الحية. يبدأ يفهم عن حاجتها إلى الماء، حاجتها إلى الضوء، يبدأ أيضا يقرأ عن عملية البناء الضوئي. وبناء عليه يبدأ الطالب في كتابة الفرضية، والفرضية من المهم جدا أن تكون قابلة للقياس، يعني الشيء نستطيع أن ننفذ التجربة، وبالتالي إما نقبل هذه الفرضية أو نرفضها. وبعد أن كتب الفرضية يبدأ هنا بكتابة البريدكشن أو اللي احنا بنسميه التنبؤ. فهو يتنبأ بالنتائج، هو يتوقع أنه إذا قام بهذه التجربة أن النباتات مثلا التي تنمو بالقرب من النافذة فهي بالتالي تحصل على كمية أكبر من الضوء. يمكن طلاب تانيين مثلا يقرر أنهم يشوفوا مثلا كمية الماء، لكن الأساس عنا هنا نحن ندرس عاملا واحدا فقط في التجربة الواحدة. فمثلاً هنا نتكلم عن مثلاً عن شدة الضوء. وبعد أن قام بعملية التنبؤ فيبدأ بالتصميم وتنفيذ التجربة. الهدف من التجربة هذه كلها اختبار صحة الفرضية، هل هذه التجارب أو بنتائجها تحقق أو ترفض الفرضية. هو حصل على بعد ما نفذ التجربة حصل على نتائج، بالطبع يقوم بتسجيلها أو بتدوينها في جدول أو على شكل رسم بياني، ويقوم بتحليل هذه النتائج. وبناء على هذا التحليل فهو إما أن يقول أن هذه النتائج تحقق الفرضية، مثلا لو كان فرضيته أنه مثلا كلما ازدادت شدة الضوء بيزداد نمو النبات، فإذا حصل أنه هذا حطه في الفرضية فبالتالي هو يحقق الفرضية وبالتالي هو يقبل بالفرضية. ولكن لو افترضنا أنها كانت نتائج مخالفة لما وضعه في الفرضية فهو بالتالي يقول أن هذه النتائج لا تحقق الفرضية، وبالتالي يبدأ الطالب بمشاركة هذه النتائج التي حصل عليها، ولا بد أن يقوم بتطويرها. بمعنى أنه الطالب يضع خطة جديدة
حتى يطور من الطريقة التي نفذ فيها التجربة، وحتى يطور بالتالي النتائج التي حصل عليها. أرجو أن تتابعوني على قناتي في التليجرام للحصول على أمثلة على تطبيق المنهج العلمي، فسأضع لكم ملفات تعليمية جاهزة للتطبيق، وأرجو أيضا أن تتابعوني على قناتي على اليوتيوب، قناة يلا نتعلم نعلم أو Learning Tips، أيضا على قناتي في التليجرام Learning Tips نائل مصطفى، هذا هو الكود تدخلوا t.me/cleopatra2019. إذا أردتم أن أقدم في مدارسكم أو في مؤسساتكم أي دورات تدريبية تخص أساليب التعليم والتعلم، المنهج العلمي STEM، أرجو التواصل معي على الرقم 00971506607352، وحياكم الله وشكرا على متابعتكم. إن شاء الله في المرة القادمة أو في الفيديو القادم سأتحدث عن المنهج العلمي وستيم وهو حديث الوقت الحالي. شكرا لكم.